لحظة، أنا عندي حاجة بقولها. أنا لما أطلع في المراية ما أشوف بشاير، أشوف شيهانة. ما يدخل شعر المليون إلا شخص قلبه قوي ومستعد وعنده الشجاعة الكافية لمواجهة الشعراء، لأن الزملاء كلهم ما شاء الله على قدر عالي من الشعر وعلى قدر عالي من الموهبة، فإن شاء الله نحن لها. أنا إنسانة بسيطة وأعتبر نفسي شخص إنسانة عادية. أول ما يفتح الباب على المسرح همي، أكبر همومي إنه ما أطيح مجازياً وحقيقياً. أكثر ملاحظة أتذكرها الآن ملاحظة الأستاذ أحمد السيد، كانت على القافية الثقيلة في الشطر الأول. أي استفدت منها في القصيدة القادمة، راح تكون أفضل بإذن الله. أنا باعتقادي أن نقطة القوة في قصائدي الإحساس، أنا أحس بالشعر اللي أكتب. أنا بشاير المقبلة التميمي، ما جيت هنا إلا عشان أبقى. أماري بالسعودية وهلها من منابر جيس، أماري بالسعودية وهلها من منابر جيس، وحس بنسمة طويقة العذية من غلا الجيرة. لياقيل 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 أماري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هل الله يا هل الله من زمان بالمدى، شوف القلوب المؤمنة تنطلة. القصيدة ملحمة جيل تقدم زملكم، ودع الجلال دقاقة. البسوا ثوب الرخاء، حنا مخاوين أشداد وجيهنا مبتلة من عجاف أسرفت فيها مذاليق السقام ولازها ترياقة. يا خلف من ضاق ذرعة مع غريم ما حد حد رسمه ندلة، علة طوفانها هدم مداهيل النسايم والقلوب رقاقة. أشعمتنا شوق وبكتنا تعازي، والتحفنا من بلاها ملة. عطلت شريان مكة والدروب تفوح وحشة والوصال شفاقة. مسنا الضر ولبسنا بشت من لون الرضابة، واستعنا بالله مرحبا بالضيف لو نفسه ثقيلة، ما كرهنا والله اللي ساقه. اعتصمنا في جبال من اليقين سنين، واعلنا الوقوف دولة، وبرهزت قادة الأمة وقم ذروة عتيم المسغبة والفاقة. احتملناها جنود احتملناها جنود، عيال عود محصنين بالولا والملة. التثمنا في جنوف الغيم وامطرنا وربع بالحصن مشراقة. جايحة جايحة حلت علينا درس عن شكر النعم وأوطاننا والخلة. دورنا فزت محاريب وكتاتيب وطبيب الله يشد الساقة. البيادر مستعفة والسنابل أزرت يدين الياباس الدلة. كل ما خيل سحاب الوسم غنت يا فرج ربي ويا براقة. يا هل الله يا هل الله من سمان بالمدى، شوف القلوب المؤمنة تمطلة. أنزلونا صفحة التاريخ الأبلج
واكتبونا للظلام شراقة، واكتبونا للظلام شراقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله خير المرسلين. أرحب بالحضور الكرام وكذلك المشاهدين والمستمعين. بشائر طبعا لم تخيب ظننا، فكما عهدناها من قبل نراها في هذه القصيدة تتألق وتتميز. والموضوع هنا اللي طرحته طبعا واضح لمن سمعه، إنه هو موضوع جائحة كورونا. وفي هذه القصيدة يعني تجولت الشاعرة في مسألة الجائحة من بدايتها حتى نهايتها، أثرها على المجتمع، أثرها في الاقتصاد، أثرها في علاقات الاجتماعية، في إلى آخره. الأدوات اللي استخدمتها الشاعرة كثيرة في هذه القصيدة، أهمها كان هو التناص مع قصص القرآن الكريم. فمنذ البداية وجدنا التضاد ما بين كلمة سمان وعجاف، وهي تعيدنا بالذاكرة بنا إلى قصة سيدنا يوسف عليه السلام. ثم بعد ذلك نجدها تأخذ لمحة من بقولها مسنا الضر، اللي هي من قصة سيدنا أيوب عليه السلام، كذلك استعارت هذه اللقطة وهذه العبارة. وبعد ذلك وجدناها تذهب إلى اعتصمنا في جبال من اليقين، في كذلك استدعاء لفقرة من قصة سيدنا نوح عليه السلام، وسآوي إلى جبل يعصمني من الماء. فهذا الشيء طبعا الشاعر يفعل ذلك لتقوية النص من حيث اللفظ ومن حيث العبارة الشعرية والتصوير الموجود فيه، وقد أفلحت الشاعرة في ذلك. اللي يلفت النظر في هذه القصيدة سعة المفردات. الحقيقة أنه يعني تمتاز بمعجم لغوي واسع جدا في كثير من المفردات التي قد لا يتطرق إلى سمعنا مثلها في كثير من الأحيان، وقد لا يعرفها كثير من الناس. علاوة على ذلك، فقد استعانت الشاعرة بالمحسنات البديعية من الطباق والجناس، محاريب، كتاتيب مثلا، طبيب، الكنايات مثلا، في كناية جميل جدا جاءت بها في البيت الثالث لما قالت: يا خلف من ضاق ذرعى مع غريم ما حد حدر استمان الدلة. أظن أنها تقصد أنه في أولاد سيدنا آدم، وهذا هذه الكناية الطويلة هي كناية جميلة في الدلالة على ذلك. لا أريد أن أسهب في ذلك، فالقصيدة كلها تحتوي على جمال، لكن أريد أن أسأل الشاعرة أنه أنا وجدت كما سبق أن قلنا كثير من التنصيص أو التقويس في القصيدة، فهل لذلك معنى؟ يعني قلوب المؤمنات مثلا الرضابة، مثلا إيش في العلة، كلمة علة، الوقوف دولة، شو التنصيص؟ أنا بعرف التنصيص إما أنه مأخوذ من شيء أو اصطلح للدلالة اللي لفت النظر إليه. لفت النظر للكلمة، لا لفت النظر اللي بعدها يتكلم. على كل حال بشائر، لفت النظر لا يستحق التقويس والتنصيص. التنصيص والتقويس له قاعدة. والغريب أنه إحنا قلنا هذا الكلام في أكثر من مرة مما سبق مع الشعراء، ولكن يبدو أنه رسالة لا تصل. شكرا يا بشائر. شكرا لك. بشاير لا تزعلون الدكتور، الدكتور ما يحب التنصيص والتقويس بدون فايدة. بداية يا بشاير، الأبيات جديدة اللي دخلتي بها ونسيتيها؟ جديدة شكلها، طيب ما تذكرينها مرة ثانية؟ يعني مطلعها جميل ووصلتنا، نحن وصلتنا، توصلنا قبل حلقة مطالع أبياتكم، فإذا متذكرتنها وتحبين أساعدك حتى في تذكرها، جميلة يعني تستحق تقولينها. فتفضلي قوليها إذا تذكرينها، ما نفوت عليك، هذا حقك يعني. أول كلمة أماري بالسعودية. أماري بالسعودية وهلها من منابر جيس، جميل. وحس بنسمة طويق العذية من غلى الجيرة، ليا قالوا عن التاريخ كاذب واغلبه تدليس، صدوقه صفحة الجغرافيا تروي أساطيره، تذكر كل طوبة بالبلد، خيالة التأسيس ثلاث قرون ما زل الصباح ولا غفا طيرة. حدود
حدوا حدوا مجد الوطن، حدوا العرب لمهود جات العيس، ورسود البراقع ترقص المجد غناديره والمعذره. جميل، شكرا يا بشاير. وما يميز هذه القصيده في رايي هو موضوعها اولا عن الجائحه، والزاويه اللي تحدثتي منها، انطلقتي منها في طرح هذه القضيه، خرجتي من النظرة الذاتية والزاوية الذاتية إلى النظرة المجتمعية، تناولتي المسؤولية المجتمعية اللي في دولة في المملكة وفي أيضا كل الدول التي أخذت موضوع الجائحة بشكل جاد. هذا من جهة. من جهة ثانية أرى أن أيضا من مميزات هذه القصيدة الجزالة التي موجودة فيها، سواء من الألفاظ المختارة فيها بعناية وبدقة، كل كلمة في محلها وكل صياغة جاءت بشكل سليم. ولا نجد بالرغم من كثرة التفعيلات اللي موجودة في كل شطر، ما وجدت حشو، ما وجدت ترهل في أي بيت، وهذا أيضا ما يحسب لك. الشيء الثالث أيضا من مميزات هذه القصيدة التصاوير الشعرية الجميلة وعمق المعاني والدلالات اللي موجودة فيها. وآخر شيء أشوف أن كنتي مبتعدة عن أي شكل من أشكال المبالغة في التصاوير وفي الصياغات الشعرية الموجودة عندك، وهذا واضح في أكثر من بيت. أشعمتنا شوق وبكتنا تعازي، والتحفنا من بلاها ملة، عطلت شريان مكة والدروب تفوح وحشة والوصال إشفاقة، ومسنا الضر ولبسنا بشت من لغن الرضا واستعنا بالله، إلى غيره. عندك هذه يعني أقدر أقول عنها النضج في صياغة كل شطر وكل بيت شعري، فهذا نص جميل ومميز بمعنى الكلمة. يا بشاير شكرا، وأتمنى لك كل التوفيق. الله يرحمك بشاير، قويك الله. الله يقويك بشاير. الشعر بشاير للأمانة، يعني أنت شاعرة بمعنى الكلمة. هذا النص المميز من الطرق، واعتقد انك من بيئه شعر، خصوصا من المذنب وعنيزه وبريده والقصيم والمكان هذاك، فيه شعراء مدارس شعر مثل ابن دويرج وعلي ابو ماجد وغيره من الشعراء، ولعلي اشوف تستاهل. والله بشاير بشاير شاعره مميزه بمعنى الكلمه، ونموذج مشرف للشعر والغير الشعر ايضا كذلك. الله يرضى عليك. بشاير بن دويرج، خليني اتحدث انا بعيد عما تحدثوا عن الاساتذه وقالوا ما في الكفايه. وانا الامانه لو ببروز هذا البيت لكان مانشيت لجائحه كورونا، اللي هو اشعمتنا شوق وبكتنا تعازي والتحفنا من بلاها ملا عطلت شريان مكه والدروب تفوح وحشه والوصال شفاقه. اختصار لكل ما جرى في هذه الجائحه. هذا الطرق من الطواريق الطويله، واعتقد انك كانك متشربه من طواريق من دويرج وغيره من الشعراء اللي عندكم في بيئتكم هناك، مثل يا اهل العيرات باكر كان مريت طوارف خلي، اعتقد من طواريقه، خبروهني شكيت الهم والساموح عقب فراقه، قريب من هالطرق هذا، لانك بذكاء شاعره زدتي تفعيله عن الطرق السائد عند شاعرنا بن دويرج، فجاء بهذا الجمال. ومثل ما قال ابو علي انه ما شفنا حشو رغم طول هذا الطرق، يعني غالبا تجد بعض الشعراء يعبي هالفراغات في مفردات، لكن عندك ثقافه لغويه ومخزون مفردات يعني مميز وملفت للانتباه. احييك على هذا الحضور الجميل والمميز يا بشاير هذا المساء. الله يسعدك. كل الشكر. شكرا. التحكيم وفالس التوفيق يا بشاير.